لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. قراءة في كتاب العراق من حرب إلى حرب، صدام مر من هنا، نسخة مجمعة مما نشر في جريدة الحياة الصادرة عام 2010 لغسان شربل. أجرى حوارات مع حازم جواد، صلاح عمر العلي، نزار الخزرجي وأحمد الشلبي. وبخصوص حازم جواد هناك 11 حلقة، وسنختار لحضراتكم اليوم الحلقة الخامسة بعنوان عماش ومذبحة الشيوعيين. ولا بد من التنويه بأن العنوان والموضوع أو المادة تعبر عن رأي الضيف والمحاور. نص الحلقة الخامسة، سؤال: كيف تكشفت مخابئ القادة الشيوعيين بعد 8 شباط؟ يجاوب يقول: كنا في اجتماع المجلس الوطني قيادة الثورة، حين قال علي صالح السعدي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إن لدي أخبارا سارة، وأبلغنا باعتقال هادي هاشم الأعظمي عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي العراقي، عضو المكتب السياسي مساعد أمين العام، أي شخصية ثانية بعد سلام عادل، وهو رجل كانت تنسج الأساطير في العهد الملكي حول صمودي في المعتقلات، وأفرج عنه إثر ثورة 14 تموز يوليو بعدما حكم بالسجن 20 عاما. ألقي القبض على الأعظم صدفة أثناء حملة اعتقالات، وطلب فور اعتقالي مقابلة السعدي لأن بينهما معرفة قديمة، فأخذ إلى مكتب السعدي في وزارة الداخلية وقال له: أريد أن أتطوع لتحطيم هذا الحزب القذر الذي لم يخدم إلا الاستعمار وأعداء الشعب العراقي وأعداء الأمة، وقال إن سلام عادل يحضر للانقلاب وأخشى عليكم لأن الحزب تنظيمات قوية، وأبلغنا علي أنه وعد لحملة يقوم بها الحرس القومي ستبدأ منتصف الليلة بعد منع التجول بقيادة هادي هاشم الأعظمي لدهم البيوت والأوكار الشيوعية التي يعرفها جميعا. وبالفعل دهم في تلك الليلة 35 مقر سريا للحزب الشيوعي جميعا في مناطق الطبقة المتوسطة وما فوق في بغداد، والخطأ كان في إيكال هذه المهمة إلى الحرس القومي وليس إلى أجهزة الأمن خشية أن تكون مخترقة، وكنا نعتقد أن هؤلاء بعد اعتقالهم سيسلمون إلى الدولة، لكن ثبت فيما بعد أن القرارين اللذين اتخذهما في ذلك الاجتماع، ذهاب علي السعدي إلى مصر والحملة ضد الشيوعيين، جلب لنا المشاكل والعثرات والأخطاء كما لم يجلبها لنا أي من أعدائنا، وبدلا من أن يمتلع الحزب والحرس القومي الحزب الشيوعي، ابتلع الشيوعيين حزب البعث والحركة القومية عبر شغل جهاز البعث لتسعة أشهر قادمة بقضية واحدة هي قضية الحزب الشيوعي، وأصبحت هذه القضية شاغل الرئيس للحزب، وفقدنا السيطرة كقيادة على هذا الأمر، على الرغم أننا حاولنا مرات عدة بإبعاد الحزب عن هذه الدوامة وإحالته إلى جهات أخرى، لكن الفشل والتعثر وأسباب أخرى لا أعلمها وأيدي مجهولة أبقت الوضع على ما هو عليه حتى رحيلنا في 18 تشرين الثاني نوفمبر. هنا يذكر الضيف حازم جواد يقول بأنه ما أعرف يعني أسباب ما أعلمها أو أيدي مجهولة أو يعرفها ما يذكرها، مجرد سؤال. أيضا يسأل المحاور: كيف صارت الحملة على الحزب الشيوعي؟ يجاوب: تمت بنجاح، إذ اعتقل عدد كبير يتجاوز 100 من قادة الحزب، وبعضهم ممن كان طواهم النسيان لطول اختفائي منذ أيام نور السعيد، كما فككنا شبكات كبيرة تابعة للحزب معظمها في مناطق الطبقة الوسطى كالعلوية والكرادة والسعدون وعرصات الهندية والمسبح وفي مناطق شعبية، وضبطنا وثائق كثيرة من ضمنها نشرتان كتبهما سلام حول الجهاز الحزبي وخططهم المستقبلية ونياتهم للقيام بعمل مسلح لرفع معنويات الحزبين، إضافة إلى إشادة بعبد الكريم قاسم وتشهير بالبعثين ووصفهم بأيتام نور السعيد وتشبيه الحكم الجديد بأنه عرس واوية وهو مثل شعبي معناه أنه سينفض بسرعة. وزع المعتقلون الشيوعيين على معتقلات عدة، ومع ارتفاع عددهم اقترح علي السعدي الاستيلاء على قصر الرحاب وتحويله إلى معتقل،
وكان القصر مهجورا منذ مقتل عائلة المالكة في 14 تموز 58. وغير عبد الكريم قاسم اسمه إلى قصر النهاية إشارة إلى نهاية العهد الملكي ووضعه في الشهور الأخيرة في تصرف مديرية السياحة والاصطياد التي استحدثها أخيرا، وعين على رأسه صديقه رشيد مطلق، وهو من الشخصيات الغامضة في تاريخ العراق، وتعود علاقته بقاسم إلى الثلاثينات. وتردد أن عبد الكريم أرسله إلى حزب الشيوعي ليلة 14 تموز ليبلغهم بقيام الثورة. طلب علي السعدي مجلس الثورة بالسماح بتحويل قصر النهاية إلى معتقل للشيوعيين، لأن عددهم كان كبيرا وكانوا جميعا من قيادات الصفين الأول والثاني، وينبغي أن يخضعوا لتحقيق مركز يتطلب مواجهة بعضهم بعضا. كما أردنا أن نستفيد من الأمر دعائيا بالترويج أن البعثيين أسكنوا خصوم الشيوعيين، ويبين الطرفين ما صنع الحداد في قصر العائلة المالكة. لكن للأسف تحول قصر النهاية بعد ذلك إلى رمز للظلم، لدرجة أن أخي حامد الذي اعتقل في هذا السجن قال عن معتقل أوشفيتس عندما زاره للسياحة أن هذا يعتبر فندق 5 نجوم مقارنة بقصر النهاية. وضعنا المعتقل تحت إشراف مدحت إبراهيم جمعة، وهو بعثي مدني كان في قيادة فؤاد الركابي، وشكلت لجان تحقيق مختلطة من أمن العام والجيش والحرس القومي، لكن اليد العليا كانت لحزب البعث. سؤال: على ماذا تركزت التحقيقات مع الشيوعيين؟ يجاوب: استخلاص معلومات والتركيز خصوصا على خط العسكري والشبكات السرية في الحزب. بدأت الاعترافات وتبين لنا انقسام في صفوفهم بسبب علاقة الحزب المتذبذبة بعبد الكريم قاسم منذ 58 إلى 8 شباط 63، وما تخلله خلال هذه الفترة من تعبئة قواعد الحزبية بعبادة الزعيم الأوحد على طريقة أوروبا الشرقية. انهار قسم كبير من المعتقلين، وخلال زيارة لي إلى المعتقل قابلت عبد اللطيف الحاج الذي كنت معتقلا وإياه قبيل 14 تموز، وهو شقيق الحاج الشخصية الشيوعية المعروفة. كان أثار الضرب واضحة على وجهه إذا اعتقل مع المقاومين في منطقة تب الكرد. سألته هل من داعي لهذه المقاومة؟ فقال: أنت حزبي وتعرف أننا ننفذ التعليمات رغبا عنا، لكن علاقتي مع هذا الحزب الذي ليس منه فائدة انتهت منذ الآن، وأنا مستعد للتعاون. يسأله: من كان أبرز المعتقلين؟ يجاوب يقول: سلام عادل وعبد الرحيم شريف وعبد القادر إسماعيل الذي انهار في الساعات الأولى، وبدأ يشتم سلام عادل وعامر عبد الله واتهامهم باليمينية وبأنهما سبب الكارثة. سؤال: كيف كان سلوك سلام عادل في قصر النهاية؟ هل انهار؟ يجاوب: لا، لم يعترف، أعطى بعض المعلومات الغير المهمة، واعتقد أنه كان يحاول إيجاد مخرج من هذه الورطة بأقل ما يمكن من الخسائر. لم يعتد علي خصوصا في الأيام الأولى إذ كانوا جميعا في قاعة واحدة، أما الذين اعترفوا فعزلوا في قاعة أخرى لتوخي تعرضهم للمضايقة من زملائهم. أيضا يسأل سؤال: من كان يطلعكم على ما يجري في قصر النهاية؟ يجاوب: كانت أبوابي مفتوحة، ولذلك كانت الأخبار تتسرب بسرعة، ليس كما تحت حكم صدام حسين، كان أشبه بمعتقل علني ويزوره الحرس القومي ووزراء وضباط. نار الحقد. يسأله: متى علمتم بوجود تعذيب؟ ولناقشتم ذلك في مجلس قيادة الثورة؟ يجاوب: لا، لم نناقش الأمر، لأنه كان هناك حقد كبير على الشيوعيين أججته المقاومة، التي ربما لو لم تحدث لكان رد الفعل أخف، وربما لم نكن لنعتقلهم، لكن المقاومة العنيفة أججت نار الحقد، لأننا اكتشفنا أن الحزب يملك قوة كبيرة كنا نستهين بها خصوصا داخل القوات المسلحة. ولذلك عندما حاولت في إحدى المرات مناقشة هذا الموضوع، يعني ثار الجميع علي بما فيهم طالب شبيب المعروف باعتداله. يسأل أيضا سؤال: متى حصلت أول عملية إعدام؟ يجاوب: بدأت بعد 2 أو 3 أسابيع، كانت تصدر بلاغات من الحاكم العسكري العام بأسماء المقرر إعدامهم.
أعدم الجيش العسكريين وعلى رأسهم العناصر التي اشتهر عنها تعذيب الضباط في عام 59 في سجن كتيبة الدبابات الثانية وفي أبو غريب. اسأل سؤال آخر، هل كان الحاكم العسكري العام عضوا في مجلس قيادة الثورة؟ يجاوب، الزعيم رشيد مصلح لم تكن له علاقة بالمجلس وكان يمينيا إلى حد الرجعية، وأعدمته جماعة 17 تموز سنة 70 فيما بعد. عيناه بعد تأكيدات بأنه كفاءة إدارية لكنني لم أجده كذلك، ولكن للتاريخ راجعني الرجل في حزيران يونيو أو من تموز محتجا على لجان التحقيق والإعدامات الكيفية والسرية. سؤال، هل التقيت سلام عادل أثناء اعتقاله؟ يجاوب، اتصل بي مدحت جمعة نهاية آذار مارس وأبلغني أن سلام عادل يطلب الاجتماع بي أو بعلي السعدي الذي كان في مصر. ارتحت للطلب إذ اعتقدت أنه يريد تزويدنا معلومات والتوصل إلى تسوية، خصوصا أن الحملة السوفيتية الصاعدة ضدنا. ذهبت وبرفقتي طالب شبيب والتقيته في غرفة مدير المعتقل في قصر النهاية. سؤال، هل كانت آثار التعذيب بادية عليه؟ يجاوب، يقول لا أبدا. سألته لماذا طلبني؟ فقال إنه يريد الاحتجاج على التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين. فقلت له ادلوا بما لديكم بمعلومات وينتهي التعذيب، أنتم حاربتم الحزب والقومية العربية والجمهورية المتحدة 5 سنوات وعدمتم كثيرين، وفي اللحظات الأخيرة حملتم السلاح وقاتلتمونا، هل من دولة؟ وحتى الاتحاد السوفيتي لا تمارس التعذيب، اعطونا وخصوصا أنت المعلومات وتفاصيل الخط العسكري للحزب فينتهي الأمر، المسألة بيدك، هذا قرارنا وإلا فلكل حادث حديث. اقترح أن نصدر بيانا سياسيا مشتركا يؤكد الحفاظ على سيادة الدولة والاستقلال الوطني والعمل الوطني المشترك ونسيان الماضي. فقلت له أن هذا لا يمكن أن يحصل لأن بيننا وبينكم بحرا من الدم. لاحظت أنه يحاول أن يكسب الوقت، فقلت له أنت سجين وأنا سجان وأنصحك بإعطاء ما لديك من معلومات وبعدها نبحث في اقتراحك. وقبل أن أنهي اللقاء قال لي لدي 3 نصائح لكم كبادرة حسن نية. أولا، إياكم وعقد الوحدة إذ أنها ستحارب وتسقط في اليوم الأول لأن هذه المنطقة مقرر لها التقسيم. ثانيا، إياكم وتأميم النفط وإلا لن يتركوكم وشأنكم. ثالثا، إياكم وتطبيق الإصلاح الزراعي الذي كان الشيوعيين والبعثيون آنذاك يزايد بعضهم بعضا على ضرورته. فوجئت بنصائحي وتساءلت في قرارة نفسي، هل يكون الرجل عميلا لبريطانيا؟ ثم قلت له وفود سورية والعراق موجودة الآن للتفاوض مع جمال عبد الناصر وقريبا يوقع ميثاق الوحدة وتعلن الجمهورية المتحدة، وبعد ذلك سيأتي عبد الناصر إلى العراق ويعلن من كركوك تأميم النفط. يسأل سؤال آخر، ماذا شعرت بعد اللقاء؟ لم أطمئن للرجل، احترمت كثيرا من رفاقي لكنني لم أحترمه، كنت أتصوره شخصية مهمة مما كنت أسمع من جماعتي وأصدقائي، ولكن لم أرى شيئا من هذا في ذلك اللقاء، ربما لأنه كان مكسور الجناح وسجينا. يسأل سؤال آخر، هل أبلغت مجلس قيادة الثورة بالأمر؟ يجاوب، يقول فعلت، فتعالت شتائم للشيوعيين من الجميع وعلى رأسهم عبد السلام والبكر وعماش. يسأل سؤال، والمدنيين؟ يجاوب، كلنا كنا معبئين ضد الشيوعيين خصوصا بعد المقاومة اللي سببت لنا إشكالات، لكن بعد ذلك تغير موقف المدنيين تماما. يسأله وبعد ذلك يجاوب، يقول بعد يوم من هذا اللقاء صدر بيان من الحاكم العسكري العام يعلن تنفيذ حكم الإعدام بسلام عادل واثنين من رفاقي، ولا أعرف ما إذا كان الأمر رتب قبل اللقاء بعادل أم بعده، ولكننا اتفقنا على وقف الإعدامات لانشغالنا بقضية الوحدة وبسبب الحملة الإعلامية السوفيتية اللي اشتدت بعد تنفيذ الإعدام. سؤال، هل كان مجلس قيادة الثورة يعني يصادق على أحكام الإعدام؟ يقول تعتبر مصادقا عليه بمجرد إذاعته ونشره في الصحف. يسأل،
هل تم إعلامكم قبل إعدام سلام عادل؟ يجاوب: حصلت موافقة رسمية من مجلس الوطن لقرار الثورة على قرار الإعدام، كل أعضاء مجلس وافقوا على إعدام الثلاثة. سؤال: هل كان وزير الداخلية يقول بأن فلان سيعدم؟ يقول: لا أتذكر، يجوز. سؤال: هل كان عبد السلام مؤيدا للإعدام؟ يجاوب: نعم، كل العسكر البكر وحماش حردان التكريدي وخالد الهاشمي وطه يحيى ومنذر ونداوي وكذلك المدنيون في البدايات الأولى. سؤال: هل بحثتم الأمر بعد إعدام سلام عادل في مجلس قيادة الثورة؟ يجاوب: استمرت الاعترافات بكثرة، وكان الشيوعيين يظهرون على شاشات التلفزيون قبل إعدام سلام عادل وبعده. إذ سمحنا لأي شيوعي مهما كانت درجتي أنه بمجرد نشر استنكار لمواقف حزب الشيوعي بعد ثورة تموس ومذابح الموصل وكركوك والمقاومة الغير المشروعة لحركة 14 رمضان، ويدلي باعترافاته يعزل في محل آخر في السجن ويزود بالصحف والراديو. سؤال: طلبتم منهم التبرع من الحزب؟ يقول: لا، التبرع هذا كنا معقدين منه لأنه كان يطلب منا. هل فعلوا ذلك؟ يقول: بدأ عدد من الرموز يظهرون في تلفزيون بغداد مثل عبد القادر إسماعيل الذي تعتبره الدعاية الشيوعية أسطورة لأن جنسيته العراقية أسقطت عنه سنة 37، فغادر إلى لبنان وانضم إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري اللبناني وعاد إلى العراق في ثورة 14 تموز. ظهر على التلفزيون في ندوة استمر ساعتين واستنكر مواقف حزب الشيوعي من قضية فلسطين وقضية الوحدة العربية، وبدأ آخرون يحذون حذوي ما كسر المقاومة عند المعتقلين، لكن قسما من هؤلاء بقي صامدا حتى النهاية. يسأل السؤال: منهم سلام عادل؟ يجاوب: هو وآخر، وهناك من تعرض لتعذيب أشد مما تعرض له سلام عادل، ومع إعدام الأخير اشتدت الحملة الإعلامية في الصحف الغربية والسوفيتية ضدنا. في هذه الأثناء نهاية آذار أو بداية نيسان أبريل زارني في بغداد عضو القيادة القطرية في لبنان جبران مجدلاني وبرفقته الصحفي الفرنسي جيل مارتينيه الذي يعمل في إحدى صحف اليسار. طلب جبران مني السماح لمارتينيه بزيارة قصر النهاية للاطلاع على ظروف المعتقلين. وافقت فورا ووجدتها فرصة لتكذيب الإشاعات المضخمة، ولم يكن هناك ما أخشاه، فالمعتقلون الذين اعترفوا في قصر النهاية يقرؤون الصحف ويستمعون إلى الإذاعات ويشربون الحليب ويأكلون الفاكهة، أما الآخرون فلم تكن ظروفهم على أي حال أسوأ من ظروف أي سجن آخر. في المساء يعني أبلغ مسهوا مجلس قيادة الثورة بالأمر، وطبعا كأي مبادر نحو الشيوعيين كان العسكر يقابلونها بامتعاض. بعد يومين اتصل بي مدير المعتقل مدحت إبراهيم جمعة هاتفيا وقال بصوت خافت: ما هذه الورطة اللي ورطتنا فيها؟ سألته عن أي ورطة يتحدث، فقال: جبران والصحف الفرنسي، اعتقدت أنه يحتاج على زيارتهما، فأكدت عليه ضرورة تسهيل يعني المهمة والسماح لهم بمقابلة المعتقلين الذين أدلوا باعترافاتهم مثل عبد القادر إسماعيل لطيف الحاج وغيرهما، وكان هؤلاء نحو 30 شخص. فأجابني: ألا تعلم أن هؤلاء أعدموا أمس؟ عند جن جنوني وبدأت أشتمه وأعنفه، كيف يعدم هؤلاء بعدما أعطيناهم الأمان؟ كانت هذه كارثة. جاءني جمعة إلى المكتب وهو يعني وجهه عابس ومضايج وبدأ يشتم الحزب والثورة والدولة، وأبلغني أن الضابط البعثي ميم ميم، هنا طبعا الحلقات سواء غسان شرب يعني كاتب ميم ميم، منو هذا ميم ميم؟ وهو سكرتير وزير الدفاع، جاء برفقة ضباط وجنود إلى المعتقل وطلب تسلم المعتقلين بأمر من وزير الدفاع لأن مجلس قيادة الثورة قرر إعدام هؤلاء. عنفته لأنه لم يتصل بي وقلت له: اعتبر نفسك معتقلا. واستدعيت أيضا ميم ميم وسألته: من خولك ارتكاب هذه المجزرة؟ فقال إن وزير الدفاع أمره بذلك لأن مجلس قيادة ثورة قرر إعدام هؤلاء. أسقط في يدي، كان الحل الوحيد هو اعتقال وزير الدفاع، لكن هذا لم يكن ممكنا. أجلت الموضوع إلى جلسة المجلس مساء. حان القطاف.
اعتبرت ان الاوان ان لقطاف رأس صالح مهدي عماش، وقررت ان اطلب اعفائي من منصبي، خصوصا ان اثامي اصبحت متراكمة منذ تغادلي قبل الثورة. لكنني ارتكبت خطأ تكتيكيا، اذ كان المفروض ان اجمع القيادة القطرية ونتخذ قرارا بطردي ثم اذهب الى مجلس قيادة الثورة بهذا القرار، الا انني لم افعل، وطرحت الموضوع على مجلس قيادة الثورة الذي كنت اصبحت رئيسه بعدما أبلغت علي السعد يطالب شبيب هاتفيا بالأمر. توقعت أن يؤيداني، إلا أنهما لم ينبسا، يعني ما حشوا أي كلام، فبدأ الأعضاء العسكريون واحدا تلو الآخر يشنون هجوما علي ويتساءلون عما إذا كنت استمر التعاون مع الشيوعيين بعد لقائي بسلام عادل. حردان التكريتي نزع سترته ليعرض آثار التعذيب الشيوعي على جسمه، يعني جسمه، وقال لي: تريد الدفاع عن هؤلاء الأوباش؟ أحمد حسن البكر سألني: ألم يكن تقويمك قبل الثورة بأن الحزب الشيوعي سيكتفي ببيان أو تظاهرة في 14 رمضان خاطئا؟ هل تريد الآن أن تأتينا بتقويم جديد؟ هؤلاء مجرمون، يعني وكررت يعني هاي السبحة مثل ما قال. يقول: ثم خاطبني عبد السلام قائلا: أراك تتبنى قضايا الشيوعيين الآن، فحاولت أن أستثير إسلاميتي واستشهدت بآية قرآنية تقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا. وقلت له: لولي هؤلاء الحق أن يأخذ بثأرهم وأنا وليهم، لأنني مسؤول عنهم إذ كانوا سجناء عندي وعند الدولة. فقال لي: هؤلاء مجرمين وقتل، وقبل شهر سحلوا الناس في الشوارع وكادوا يسحلوننا نحن، ولو فشلت الثورة لما كانوا رحمونا أو رحموا بناتنا ونساؤنا. كان الهجوم كاسحا وأقوى من أن أتصدى له، فقلت: أعلن أمامكم أن الحزب بريء من هذه الجريمة ولا علاقة له منذ الآن بالتحقيقات، وسأمنع كل أعضاء القيادة من الذهاب إلى أي معتقل. عندها وقف طالب وقال: هذه جريمة نكراء وغبية، لأن لا مبرر لإعدام هؤلاء، وأنا أعلن أمامكم من الآن أنني مسؤول فقط عن إعدام عبد الكريم قاسم وكل دم آخر يراق لا علاقة به الآن. ثم تحدث علي السعدي مستنكرا ولكن ليس بحدته المعهودة، وتبخر الأمل بإقصاء صالح مهدي عماش بعدما أكده الجميع. يسأل سؤال آخر: حتى علي منذ ذلك الحين لم تكن له علاقة بالتحقيق؟ يجاوب: عدا ما يتعلق بالأمن وغيره كوزير داخلية. هل تمكن تسميته مزرة عماش؟ بالتأكيد، وحمل الحزب مسؤوليته، لكنني بعد 40 سنة أؤكد أنها مزرة خسيسة ودنيئة دبرها صالح مهدي عماش ونفذها هو بواسطة جهاز وزارة الدفاع. ومنذ ذلك اليوم لم تعد لنا علاقة نهائيا بشؤون التحقيق. ولكن بعد هذه الجلسة الصاخبة يعني خفت موجة الإعدامات والقتل، واستمرت الاعتقالات والتحقيقات لمدة 3 أشهر ولكن من دون إعدامات. وأعطيت تعهدا رسميا للسفير السوفيتي بالإفراج عن كل المعتقلين الشيوعيين في أيلول، واخترت هذا الشهر لأنه سيكون موعد الاستفتاء على الوحدة الثلاثية. وبقت الأمور هادئة إلى أن تأججت مرة أخرى بحادثة حسن السريع في 3 تموز. يسأل سؤال: ومتى كان رجل دولة؟ يجاوب: هل تعتقد أن عبد السلام عارف لم يتصرف كرجل دولة؟ ومتى كان رجل دولة؟ لم يكن كذلك في 14 تموز ولا في أيامنا برئاسته المقيد والبكر أيضا من هذه الطينة. هؤلاء تحكمهم العقلية الثأرية بسبب ما لاقوه من الشيوعيين. قلما رأيت بين ضباط الجيش مفكرين وأيديولوجيين، كل منتسبي المؤسسة العسكرية العراقية من ضباط كبار وقادة صغار كانوا معادين للشيوعية، أما لأنهم يمينيون أو متدينون، اللهم باستثناء الضباط الحزبين كالبعثيين والشيوعيين أو الكراد المنتسبين لحزب البارتي، إذ أن هؤلاء كانوا مثقفين أيديولوجيا. سؤال أيضا يسأله: لماذا فعل عماش ما فعل؟ يجاوب: أعتقد أنه حس بأن هناك اتجاه بعد إعدام سلام عادل لدى القيادة المدنية للتخفيف من الشدة في معاملة الشيوعيين. زارتني 3 شخصيات معروفة وتحدثت معي في هذا الشأن.
كان هاني الفكيكي أحدهم، وهو أكد ضرورة تخفيف القسوة في التعامل مع الحزب الشيوعي وكبح جماح العسكر، خصوصا أن الثورة نجحت وثبتت أقدامها. كما زارنا أخي ناظم الذي كان سفيرا في بيروت وتكلم معي في الموضوع نفسه، وقال إن هناك حملة إعلامية ضخمة على النظام بسبب الملاحقات للشيوعيين وينبغي وضع حدا لذلك. وزارني أيضا ناجي طالب وهو من الضباط الأحرار وكان وزيرا في ثورة 14 تموز واستقال مع الضباط القوميين، ونصحني بالحذر لأن الحملة على الشيوعيين توسعت وبدأ الحرس القومي بالتضخم مما يثير تذمرا بين الناس، واقترح علي سحب الحرس القومي من الشوارع ووضعي في معسكرات خاصة وأنزالي وقت الحاجة. وشجعتني هذه المواقف على طرحها في مجلس قيادة الثورة بأن هناك رأيا عاما داخل الحزب وخارجه يضغط لتخفيف الحملة على الحزب الشيوعي تدريجيا. وأيدني طالب شبيب علي صالح السعدي وطالب الأول بإجراء محاكمة سياسية للحزب الشيوعي تنقل إلى الناس بواسطة التلفزيون والإذاعة حول مواقفه من فلسطين والوحدة ومع عبد الكريم قاسم على أن لا تكون على شاكلة محكمة المهداوي. كان هذا منطقا معقولا، وبدأت الندوات التلفزيونية مع من اعترفوا من الشيوعيين ومنهم عبد اللطيف الحاج وعشرات من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء قيادة بغداد، والظاهر الجميع بالموافق. وبعد زيارة جبران مجدلاني وجيل مارتينيل الفرنسي يبدو أن عماش أراد أن يحبط هذا الاتجاه، وربما بتحريض من عبد السلام أو أحمد حسن البكر أو طاهر يحيى العسكر كانوا يلتقون فيما بينهم أكثر منا نحن المدنيين. المشير والفريق يسأل سؤال: كيف كانت علاقة عبد السلام عارف مع عماش؟ يجاوب: عماش وعبد السلام تواطأ منذ بداية الحركة من خلف ظهر المجلس الوطني لقيادة الثورة. فوجئنا بعد أيام قليلة من 8 شباط في الاجتماع الثالث أو الرابع للمجلس بطرح مرسوم جمهوري على النقاش الموافق عليه يقضي بترفيع عبد السلام عارف إلى رتبة مشير نظرا للدور اللي قام به في ثورة 14 تموز ولدوري أيضا في حركة 14 رمضان، وترفيع المقدم الركن صالح مهدي عماش إلى رتبة فريق ركن، وصرف الرواتب المستحقة للرئيس عارف كنائب قائد عام القوات المسلحة من يوم إعفاء في 11 أيلول سبتمبر 58. في الواقع شعرت بالاشمئزاز من كلمة المشير لأن في ذلك الوقت كانت مرتبطة بعبد الحكيم عامر، كما أن عبد الله السلال أصبح مشيرا، وكنت أعتقد أن عبد السلام أرفع منزلة من هؤلاء الذين كان ناس يؤلفون نكاتا عنهم، وخصوصا بعد الانفصال اللي تم على يد عامر رأيت في ذلك انتقاصا من مكانة عبد السلام، كما أن صرف الرواتب المستحقة له كنائب قائد عام القوات المسلحة من يوم إعفائي كان ردا انتقاميا على عبد الكريم قاسم وللقول بأنه استمر نائبا للقائد العام. يسأل سؤال آخر: ماذا كان رأي المجلس؟ يجاب: أول المعترضين بشدة كان رئيس مجلس القيادة في تلك الجلسة عبد الستار عبد اللطيف، قال إن الرئيس عبد السلام عارف رئيسنا وقائد 14 تموز المعترف به ويستحق أكثر من هذا، إذ إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لو بقي في الخدمة لكان وصل إلى هذه الرتبة، لكنه تساءل عن الضرورة المهمة لترفيع عماش إلى رتبة فريق، خصوصا إن الأمر سيثير الكثير من ضباط المؤسسة العسكرية والحزب. أجاب أحمد حسن بكر: لأنه وزير دفاع وهناك ضباط أرفع منه رتبة يراجعونه وهو يرتدي بدلة مقدم وفي ذلك إحراج له. فقال عبد الستار إن وزير الدفاع منصب سياسي قد يشغله عسكري أو مدني، يمكنه خلع البدلة العسكرية والحضور إلى وزارته كمدني، وضرب أمثلة نور السعيد وسامي فتاح اللذين كانا وزيري دفاع في العهد الملكي، وتساءل إذا عيننا حازم جواد وزيرا للدفاع فهل نعطيه رتبة عسكرية؟ اكتشفنا فيما بعد أن المرسوم عده عماش وعبد السلام عارف وأحمد حسن البكر في اليوم السابق لطرحي في الاجتماع، واعتقد أن عماش هو اللي شجع عبد السلام على ذلك ليحصل على رتبة فريق. لذلك فأن عبد السلام عارف بعد انقلب على الحزب وبات يكره عماش
كما لم يكره شخصا آخر لم يستطع إلغاء رتبتي لأن ترقيتهما جاءتا في مرسوم واحد. ونقل لي عندما كنت منفيا في القاهرة أنه ندم كثيرا لأنه لم يقترح الترقيتين في مرسومين منفصلين، ما يعني أنهما كانا متواطئين في الموضوع. سؤال: هل وافقتم على ذلك؟ إجاب: وافقنا بعدما احتد النقاش، ويعني وظلوا أمام أزمة مع رئيس الجمهورية. هدد عماش بالاستقالة وأيد أحمد حسن البكر المرسوم، وكنا محرجين من عبد السلام عارف. عبد الستار عبد اللطيف كان الوحيد الذي بقي معارضا. حتى نلتقي، تقبلوا منا أجمل التحيات.